السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم أصدقائي في فيديو جديد على قناة عالم المعلومات. في هذا الفيديو نتعرف على كيفية حظر حساب على الانستجرام أو فك الحظر عن حسابكم وتم حظره عن طريق الخطأ. قبل ما أشرح، لو كنت أول مرة تشاهد القناة يمكنك الاشتراك وتفعيل زر الإشعارات. هنتوجه الآن إلى تطبيق الانستجرام وتدخل على حساب الشخص الذي تريد حظره. وتضغط على الثلاث نقاط في الأعلى، بعد كده تضغط على حظر الحساب. طبعا لو الحساب الخاص بك حساب بيزنس، هيكون بإمكانك حظر هذا الشخص وحظر أي حسابات يقوم بإنشائها هذا الشخص، فتجد هذا الخيار في حسابك بيزنس. ولتحويل حسابك على انستجرام حساب بيزنس، يوجد فيديو في القناة يوضح لك ذلك. هترك رابط الفيديو في الوصف أسفل هذا الفيديو أو هيظهر لك في علامة التعجب في الأعلى. بعد كده تضغط حظر، كده تكون حظرت هذا الشخص. طبعا عند حظر الشخص على انستجرام لن يتمكن من العثور عليك عند البحث عليه، ولن يشاهد أي منشورات تقوم بنشرها على الانستجرام. وإن كان بينكم محادثة على الانستجرام فيمكنه إرسال رسائل، لكن لن تصل إليك تلك الرسائل. ولفك الحظر عن إحدى الحسابات التي حظرتها، هتذهب إلى ملفك الشخصي على الانستجرام، بعد كده تفتح القائمة الجانبية وتضغط على الإعدادات، بعد كده تضغط على الخصوصية، تروح على الحسابات المحظورة، وتقدر تلغي الحظر عن أي حساب قمت بحظره. كده نكون انتهينا من هذا الفيديو. أتمنى يكون أفادك. لا تنسى تتابعنا على الانستجرام، رابط صفحتنا أسفل الفيديو، أو يمكنك البحث عنها في التطبيق.